السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد عن حاجة مهمة جدا في العربية، وهي من أساسيات آلات الجر اللي انت وانت ماشي على الطريق لازم تخلي بالك منها. في الحالة اللي احنا فيها دلوقتي، العربية السوزوكي سويفت الجديدة 2021 الفيس ليفت، شبكة جديدة وتعديلات جديدة، العربية نازلة طبعا زي ما حضراتكم شايفين كاوتش أبولو. طبعا في ناس كتير بتسألني هو ايه كاوتش أبولو ده. هقول لك ان كاوتش أبولو ده من الشركات المصنعة ليه، هي شركة أبولو الهندية، وهو كاوتش يعني ذو جودة عالية في الهند. وفي الحالة اللي احنا فيها دي طبعا الجنط هنا نيكل كروم في السويفت جديدة، وحبيت بس انزل الفيديو ده علشان تخلي بالك وانت بتستلم الكاوتش، عشان ما تخضش من نوع الكاوتش تقول ما حد غششني او كده، لا هي نازله بابولو تمام. والكاوتش مقاسه 185 على 65 ار 15 زي ما حضراتكم شايفين. شكرا لكم لدعمكم، واللي ما اشتركش في القناه واللي عجب الفيديو يعمل اعجاب، واللي ما عجبوش طبعا انا والله بعمل ده لوجه الله. طبعا ممكن يكون حد ما يكونش حد سوري قال لكم المعلومه دي، فحاجه بسيطه عرفتها على الماشي. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.